المزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن الرقبة، القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية. أرحب بك دكتور أيمن. تحية لك أخي الكريم ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور أيمن. بداية، كيف نقرأ هذا الاهتمام وهذه التقارير الصحفية بين قوسين الفرنسية بتيار الإصلاح، ونتحدث بالاسم عن القيادي محمد دحلان؟ يعني بعد شهر تقريبا من الكلمة التي ألقاها قائد الإصلاح الديمقراطي الأخ محمد دحلان في مؤتمر التأسيس للإصلاح الديمقراطي في قطاع غزة، واللي كانت طبعا سابقة بأن يتحدث، حتى تحدث بشكل أن هذه وجهة نظر شخصية وليست وجهة نظر تيار، حتى لا يحمل وزر طبعا هذه الفكرة للجميع. وكانت الرؤية تتحدث عن انسداد أفق سياسي حال دولتين يتلاشى. برغم كل ذلك طبعا يقدم نموذج أن كلما استمرت هذه الحالة في ظل تعنت الاحتلال، فإن حل الدولة الواحد هو سيصبح هو الحل الوحيد والأمثل. بصراحة الكريم كل سادة المشاهدين، أن هذه الكلمة اللي كانت مقتضبة دون تفاصيل تناولتها صحف عربية ثم صحف أجنبية، وحتى الإعلام العبري تناولها ولا زال يتناولها، والإعلام الفرنسي تحدث كما أشرتم في تقريركم في صحيفتين عن هذه الرؤية وهذه التصور بالمستقبل، رغم كما أشرنا لم يتحدث بالتفاصيل الأخ محمد دحلان. بصراحة حتى تناول الإعلام في فكرة الديمقراطية، يعني بالعادة بعض التنظيمات تجري ديمقراطية وحتى حركة فتح تجري انتخابات بين الفينة والأخرى، ولكن تشهد هذه الانتخابات الكثير من الضبابية وعدم الوضوح، في حين أن مؤتمر الإصلاح هو مؤتمر فقط في قطاع غزة حتى هذه اللحظة، ومؤتمر تأسيس سيتبع ذلك مؤتمرات في مناطق أخرى يتواجد بها التيار، وسيعاد انتخابات صفرية من القواعد. ورغم كل ذلك تشهد حالة من الوضوح، حالة من الشفافية. القنوات الفضائية وخاصة قناة الكوفية التابعة للتيار الإصلاح الديمقراطي تنقل بشكل مباشر كل تفاصيل العملية الديمقراطية، وأنتم تابعتم أيضا ذلك. هذا كان يعطي صورة عن طبعا مقدرة التيار على تجديد ذاته، ومقدرة التيار ورؤيته اتجاه ممارسة العملية الديمقراطية بشكل عام. كان مما يعني تابعنا اهتمام وتركيز الإعلام الدولي على طبيعة وشفافية هذه العملية الانتخابية، وبالتالي رأينا حتى الإعلام يتناول العملية الديمقراطية. بصراحة ما ذكر في الصحف الفرنسية وصحف أجنبية أخرى كما أشرنا ضمن صحف الاحتلال الإسرائيلي، أن رغم كل الحصار الذي مورس ضد قادة التيار الإصلاح الديمقراطي، رغم كل الحملة التي قادتها طبعا المتنفذين داخل فتح أبو مازن، رغم كل ذلك لا زال محمد دحلان يحظى بشعبية كبيرة جدا داخل الأوساط الفلسطينية. وأنا تحدثت أكثر مرة ومثل كثيرون أن حتى فكرة تأجيل الانتخابات في إبريل الماضي كان بسبب أن عدم مقدرة أبو مازن على إسقاط قائمة المستقبل التي تمثل تيار الإصلاح الديمقراطي واستمرارها قانونيا في الانتخابات، مما جعل أن هذا الأمر يرهقهم. وكنا نريد أن نحتكم للشعب الفلسطيني لنوضح حجم ومقدرة تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده قائد تيار الإصلاح الديمقراطي الأخ محمد دحلان، وأنه بالفعل له قاعدة شعبية كبيرة جدا. وبالتالي نحن طواقيل الديمقراطية عن حتى فكرة أن نعود إلى السلطة وأن يعود الأخ محمد دحلان ليقود الحالة الفلسطينية كان داخل منظمة التحرير الفلسطينية أو حركة فتح أو الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع. نحن لا نريد، لا نأتي طبعا لا على أسنة الرماح ولا غيره، نريد أن نعود بالمشهد للشعب الفلسطيني الذي يقول كلماته وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة عبر صناديق الاقتراع. إن كان بالفعل هناك شعبية حقيقية كبيرة للأخ محمد دحلان، عليهم أن لا يهابوا ذلك وأن نذهب إلى الانتخابات لتقول كلمته، ولكن واضح أن هناك من لا يريد أن يكتمل المشهد الفلسطيني ولا زال يخطف ويغتصب قرار الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقاب، القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية، كنت معي هاتفيا.